لك بين مطربين أخطر سؤال. تعملوا فيها مقلب ولا ايه تاني بقى ولا ايه ولا ايه موضوع مقالب بقى شويه؟ انت اتعودت على المقالب ولا ايه؟ ابو اب بعيد بس شويه يا عم، انت شكلك مش هيتحرك ولا هيسيبك غير لما تقرا له السؤال وهو واقف. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اخطر سؤال. قلت ان ولادك بيحبوا مطربين الراب، لو تقدم لبنتك مطرب راب يا ابني اللذينة. ده مين اللي كاتب السؤال ده؟ ده مين اللي كاتب السؤال ده؟ لو تقدم لبنتك مطرب راب او مهرجانات وهي بتحبه، توافق ولا ترفض؟ ده خطير اللي كاتب السؤال ده. توافق ولا ترفض؟ انا اولا الحمد لله فرح اتخطبت، مبروك. يعني فرح بنتي اتخطبت، ما قلتلناش مبروك. عندي نور، نور اللي لسه صغيره. انا هيهمني في اختيار بنتي نمره واحد، ورقم اتنين هل هو مطرب راب او مطرب من المطربين دول اللي هم شعبه الاداء الصوتي، هل هو رجل بمعنى رجل، والخطوه دي واخدها زي ما بيقولوا إن هي أكل عيش، لكن جواه يعرف يحافظ على بنتي وينتقي ما يغنيه وينتقي أدواته في حياته كراجل بمعنى كلمة راجل، ما عنديش مانع. يعني أنت ما عندكش اعتراض لو تقدم لها أي مطرب من مطربين الراب؟ لا ما عنديش مش اعتراض. مش فارق معاك المسمى الوظيفي، المهم الشخصية. مش, مش 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 المسمى. يا ما ناس كتيرة بتبقى بتعمل حاجة هي مش عايزاها يعني، لكن انا لو سلوكه غير منضبط، لو سمعت عنه في اخلاقياته حاجه، لا طبعا يعني. طب اسالك حاجه خبيثه كده. لكن لو شاب كويس تمام. حاجه خبيثه كده. قولي الخبيث. هتعامله في بيتك ان انت حماه وبتاع وفي النقابه النقيب، ولا في بيتها بقى وعادي لجوز بنتي ومش فارق؟ اسالي عني يا اسماء، انت واضح ان انت مش عارفين مصطفى كل ده. ما نعرفش مصطفى كامل؟ والله ما تعرفوني. احنا اصحاب اصلا قبل البرنامج. صدقي يعني. صدقي ان انت قاعده، انا بفخر بنفسي كتير جدا كرجل. أنا جوايا عزة نفس لنفسي كرجل، لأن الحمد لله رب العالمين لا المجاملات في حياتي ولا النفاق في حياتي. أنا ممكن أزعل من حد، ممكن أخاصم حد، ممكن حد يغلني، لكن أنا لا منافق ولا مرائي ولا كذاب ولا شخصية ممكن تدلس أي شيء. أنا ضد التدليس تماماً.